آية 13 سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ونخرج له، أبو جعفر يقراها ويخرج له، ويخرج له. أما يعقوب يقراها ويخرج له. يلقاه منشورا، ابن عامر وابو جعفر يراها يلقاه منشورا، يلقاه منشورا. كل منشور اللي هو المبسوط، يعني مبسوط حتى يعلم ما فيه. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، وطائره وقدره، والذي قدره الله عليه. يبقى قضاء الله وقدره ده مكتوب، مكتوب وتملي ايه العرب الحاجة المكتوبة يقوم ايه يعلقها في رقبة الانسان. فعلى شكل ألزمناه طائره في عنقه، والمقصود طائره في عنقه يعني ما قدره الله عليه فترة عمره من اعمال خير واعمال شر ومن غير ذلك من تفاصيل القضاء والقدر. ونخرج له يوم القيامة كتابا يعني مكتوب. هذا الكتاب هو ما فعله وما قاله، كل ما قاله وفعله مدون في هذا الكتاب منشورا حتى يطلع عليه، وهذا يسمى العرض. لكن من نوقش الحساب عذب. يبقى العرض ده للكل، لابد ربنا هيعرض على الكل أعمالهم، فكل واحد يطلع على عرضه. لكن بعضهم يناقشه وبعضهم لا يناقشه. طب وليه بيعرض على من لا يناقشه؟ عشان يعلم منة الله عليه كيف ستره وكيف تجاوز عنه. اتفضل يا سيدي. اقرأ كتابك يعني ما فعلته وقلته وتلفظت به، اقرأه واحكم أنت على نفسك، يعني كن أنت القاضي والمتهم. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني محاسبا حاكما. وده من كمال فضل الله على الإنسان وكرم الله، إن يجعل المتهم هو نفسه القاضي على نفسه سبحانه وتعالى. اقرأ كتابك يعني ما دونته فترة دنياك منذ التكليف، لأن الكتاب يفتح إمتى؟ أول ما يحصل التكليف، يعني بالحلم أو بالحيض، بالحلم للذكر والحيض للمرأة. ويغلق بموته. تفضل يا سيدي. طبعا ابو جعفر على فكره هيرائي اقرا كتابك، اقرا كتابك من غير اي همس. ابو جعفر هيقول اقرا كتابك كفى، انما الباقي القراء بالهمس اقرا كتاب. همزه حمزه وهشام لو وقف يقول اقرا، لو وصل يقول زي باقي القراء اقرا عادي زي باقي القراء. لكن ايه ابو جعفر في الحالين في الوصل والوقف يقول اقرا كتابك، باقي القراء بالهمز في الوقف والوصل. يلا يا سيدي. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ممكن واحد يقول لك طب واحد ما بيعرفش يقرا هيقرا كتابه ازاي؟ لأن هنا اقرأ يعني اطلع، فيطلع عليه صوت وصورة، تلفزيون يا عم،
يعني يتعرض عليه كل حياته زي شريط كده، فيديو متسجل صوت وصورة، يشوف كل حاجة، فمش محتاج بقى يقرأ حروف، يبقى يقرأ يعني يطلع يعني، فهمت؟ مش لحسن واحد يقول الحمد لله انا ما بعرفش اقرا، الحمد لله يبقى هعدي، لا يا سيدي اقرا هنا عن الطالع. ها من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، لان هو ربنا هيستفيد بطاعه الطائع او يضر بمعصيه العاصي؟ ابدا، الله مستغني غني سبحانه وتعالى، لكن اللي يهتدي بيهتدي لنفسه، أي لمصلحة نفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، يعني إيه؟ الذي يغوى ويبتعد عن طريق الحق، فالضلال هنا ضلال الغواية والبعد عن الحق، يسموه تائه، تائه عن طريقه لمولاه، بشكل قد ضل الطريق، الطريق الحسي والطريق المعنوي، الطريق المعنوي اللي هو السير إلى الله، يبقى برضو اسمه ضال، الذي يترك السير إلى الله كأنه ضل الطريق إلى الله. من ضل فإنما يضل عليها، يعني ده إيه؟ يعني ضلاله يعود عليه ولا يضر غيره. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذه الجملة نسفت قضية ايه؟ قضية النصارى، وان سيدنا عيسى ابن مريم ايه ما هو الا الله في حال النسوت، جاء ليتحمل ايه وزر ابن ادم فصلب نفسه، حاجة غريبة. طب هو يجي واحد يتحمل وزر غيره؟ في حد هيتحمل وزر غيره؟ ابدا. ولا تزر وازرة وزر اخرى، فقضى عليه فلسفة النصرانية كلها القائمة على الفداء. ولا تزر وازرة وزر أخرى، الوازرة اللي هي النفس اللي هي العاصية، وازرة هنا يعني إيه؟ النفس العاصية، النفس العاصية اللي عملت الوزر اسمها وازرة، يبقى الوازرة هنا هي النفس العاصية، فاهم؟ يعني لا تعاقب نفس عاصية بمعصية إيه؟ نفس أخرى عاصية. ولا تزر وازرة، أمال يحملون أثقالهم وأثقالا فوق أثقالهم، واخد بالك؟ الأثقال اللي يحملوها فوق أثقالهم التي كانوا سببا في الدلالة عليها، يبقى لو واحد دل على معصية هيبقى مسؤول عن فعله وفعل الذي دله على المعصية، فهم؟ وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، كل واحد مسؤول، لكن في نفس الوقت اللي يدل على المعصية ياخد وزر المعصية اللي فعلها ووزر من فعل المعصية بدلالته، كما الذي يدل على الخير ياخذ ثواب الفعل الخير الذي فعله بنفسه والذي دل غيره عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى ويحملون اثقالهم واثقال الذين ايه يضلونهم بغير علم. لحسن تفتكر ان في تناقض بين الايه دي والايه دي؟ لا، لان الدل على الخير كفاعله والدل على الشر كفاعله، يبقى كانه ارتكب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني ما فيش تكليف وحساب الا بنص، والنص يكون على لسان نبي. وما كنا، يعني التجريم والثواب لا يكون إلا بنص، والنص اللي هو الوحي اللي هو القرآن والسنة يكون على لسان نبي. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يبقى ربنا أقام الحجة على العباد سبحانه وتعالى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى أهل الفترة أو الذي لم يبلغه دعوة نبي إيه؟ في البراءة الأصلية، في البراءة الأصلية، لأن ما فيش تجريم بغير نص، مش كده برضه؟ يبقى الذين هم نشأوا في أماكن بعيدة
فلم يسمعوا عن انبياء ولا دعوة انبياء، وعاش ومات كده زي الحيوانات في الغابة، دول ايه؟ غير مكلفين، غير مسؤولين، يعني ربك سبحانه وتعالى لا يسألهم. طب اخرتها ايه في الجنة؟ قالوا يدخلوا الجنة يعني، ولا ربنا هيختبرهم؟ خلاف بين العلماء، والراجح ان ربنا هيتجاوز عنهم ويدخلهم الجنة. وبعض العلماء قال يدخلهم على حيث علمه بهم لو عرضت عليهم الدعوة، فهو يعلم كيف يختار. كويس. وبعض العلماء قال ان ربنا هيختبرهم اختبار بسيط في الآخرة، لكن هذا الرأي ضعيف، لان دار الآخرة ليست دار اختبار. لكن الغالب الأعم ان هم ايه؟ ناجون، يعني تحت رحمة ربك سبحانه وتعالى. تفضل يا سيدي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فهق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية، يعني قرية ظالمة، لأن القرية التي تستحق لك إيه؟ هي القرية الظالمة، فجاء بها دون الصفة للعلم بها، لأن الله لا يهلك القرى الصالحة. وإذا أردنا أن نهلك قرية يعني ظالمة أمرنا مترفيها يعني حكامها والنخبة والقائمين عليها والأغنياء فيها بالعدل والإحسان. يبقى أمرناهم إيه؟ لأن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه أمر الله. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، يعني فخالفوا الأمر فلم يحسنوا. كل دي محذوفات معلومة مقدرة، معلومة بإيه؟ بسياقات القرآن الأخرى. لابد تعرف سياقات القرآن الأخرى عشان تعرف المقدر المحذوف، وإلا لو ما تعرفش هتقول أمرنا مترفيها ففسقوا، يعني ربنا يأمر بالفسق؟ يقول لهم اعملوا فسق، وبعدين يقول طب وإيه الظلم ده؟ يأمرهم بالفسق ولما يفسقوا يعاقبهم؟ طب ما هو اللي أمرهم. لا يا سيدي، الآية مش كده يا أستاذ، إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى أمرنا مترفيها يعني أمرهم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي، ففسقوا فيها فخالفوا هذا. فهمت بقى؟ ففسقوا فحق عليها القول، اللي هو إن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. هذه القول الحق، اللي حق عليها القول، اللي حكم ربك عليها، في حكم رباني بيقول وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا أليما. طب القرآن يقول إن قرية، ما قالش ظالمة. أيوة، ما احنا جبنا كلمة ظالمة دي من السياقات الأخرى، فقد يذكر الإيه؟ الشيء ولا يذكر صفته للعلم به. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا أليما، كان ذلك إيه؟ في الكتاب مسطورا. أهو أدي المسطور في الكتاب، يعني ده قانون إلهي جعله هكذا، عشان كده فحق عليها القول، هذا القانون الإلهي. فدمرناها تدميرا بظلم أهلها، نسأل الله السلامة. تفضل يا سيدي. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. كل الناس سامعين كده؟ كل الناس. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. أيوة. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ثم تنظر بقى في الأمم السابقة في التاريخ، يبقى التاريخ ده عبرة، عبرة، وهو علم لابد أن يتعلمه الناس، لأنه علم إيه؟ أمرنا الله أن نتعلمه. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كأن دلنا على علم التاريخ، تشوف تاريخ الأمم وتدرسه. فاللي بيدرسوا في تاريخ الأمم دول بيدرسوا في علم شرعي مطلوب، لأنه يؤدي إلى العظة. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، يعني ربك سبحانه وتعالى لا يهلك بغير خبرة ولا بصر، بل هو خبير بمن يستحق العقوبة وبصير بمن يستحق
التدمير، وكذلك من يستحق الثواب ويستحق الفوز سبحانه وتعالى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وفر عن ذكره الغافلون.